البرمجيات الرقمية لمراقبة صحة البشر. فريق من الباحثين من المعهد الفيدرالي للتكنولوجيا في زوريخ توصلوا إلى برمجيات يمكن أن تساهم في مراقبة ومكافحة بعض الأمراض كالسرطان. تقنية تلك تعتمد بشكل أساسي على خلايا بشرية مبرمجة توصل لها الباحثون من خلال استخدام أداة تحرير الجينات المعروفة بكرايسبر كاس 9. تعمل هذه الخلية كجهاز كمبيوتر لتغيير التعبير عن خصائص الجينات بعد قراءة تسلسل الحمض النووي، ومن خلال ذلك التحكم يمكن أن يساعد في تحديد الأحداث داخل جسم الأشخاص، ليس فقط بواسطة التفاعل مع عمليات كيميائية داخل الجسم بل أيضاً الاستجابة لها. من تلك الأمراض التي يمكن أن تتنبأ بها الخلية المبرمجة أي علامة بيولوجية لمرض ما بقيت لفترة طويلة في الجسم تستهدفها الخلية المبرمجة وتعمل على إزالتها. استخدام البرمجيات في العلاج ليس بالثورة الجديدة، لكن القائمين على الدراسة يشيرون إلى أن ما يميز ابتكار الأنسجة الذكية تلك هو قدرتها على العلاج وليس المراقبة فحسب. روان حمزة، العربية.